بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم حلقه جديده من حصاد النهار، دايما متعودين معكم باذن الله تعالى كل يوم جمعه وسبت من 11 لواحدة بتوقيت القاهره. النهارده الحلقه من جزئين، الجزء الاول ضيفي فيه هو نجم كره قدم، صحفي واعلامي وكاتب صحفي كبير، وايضا محلل فني من طراز فريد، نجم من نجوم كره القدم المصريه ورئيس اتحاد كره القدم المصري الاسبق، الكابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام اهلا بيك. اهلا بيك يا محمد. انا عارف حضرتك بتحب تنام بدري، قلنا نبدا على طول نغير شكل الحلقه عشان خاطر حضرتك. كويس. كابتن عصام تحياتي ليك. اهلا بيك. منورنا ودايما بنستمتع بيك وتحليلك على قناه النيل الرياضه دايما. ربنا يخليك يا رب، نستمتع كده بكره قدم كويسه و ويبقى التحليل بيضيف لمتعه كره القدم ان شاء الله. كابتن عصام، يعني الشغل الشاغل الايام دي هو يعني اتحاد الكره واداء اتحاد الكره المصري. وفي الختام هو يعني او السؤال المهم، يعني رأي حضرتك في استقالة لجنة الحكام المصرية؟ يعني هو برضو يعني انا ما اقدرش احكم على القرار الا لو كنت جوه المطبخ زي ما بيقولوا، لكن يعني هو دليل انه يعني ما فيش وحدة قرار بين الاتحاد ولجانه، حتى في وجود رئيس للجنة هو عضو بمجلس إدارة الاتحاد، وده ما بيحصلش كتير كان على أيامنا، يعني أنه رئيس لجنة الحكام يعني ما فيش أي عضو في مجلس إدارة الاتحاد بيتولى أي عمل تنفيذي، ولا حتى كنا عندنا حكايه الاشراف. انا هروح حضرتك في فتره حضرتك وفلسفتك في الاداره في التوقيت ده، لان انت نجحت نجاح كويس، لكن رغم ان التوقيت كان صغير. حضرتك اتفضل. فلا هو يعني يعني انا توليت المناصب كتير في الاتحاد بدءا من عضو في الاتحاد، وانا كنت تقريبا ما كملتش 40 سنه عضو مجلس اداره وامين صندوق، قعدت دوره برضو او اكتر امين صندوق، وبعدين نائب رئيس اكتر من مره، وبعدين رئيس. ف يعني هي المساله ما جاتش فجاه، لكن كان هناك يعني تناقل خبرات، وكنا بنشتغل واحنا شباب مع ناس كبار عندهم خبرات عميقه جدا في إدارة اللعبة، ويمكن كان منهم حتى من هو ليس في مجلس الإدارة ولا رئيس الاتحاد. قول لي مجلسك كان مين؟ يعني حضرتك رئيس، مش شرط وانت حضرتك يعني عضو او امين صندوق. انا كنت هتكلم بقى على من ايام اللواء الديب. لا اتفضل اتفضل براحتك. الوقت وقتك. هو يعني الفترة اللي انا كنت فيها يعني رئيس الاتحاد كان معايا المهندس طارق غنيم، وده الحقيقة يعني عامل معي في اكثر من مكان، وهو كان نائب الرئيس، وهو يعني قدرة إدارية وإنسانية بصرف النظر عن إن الزمالك والأهلي، يعني كانت المسألة دي مش موجودة بالمرة على الترابيزة خالص. وكان أمين الصندوق الأستاذ ممدوح عباس، تمام، اللي تولى رئاسة الزمالك، وكان سكرتير عام كابتن عادل القيعي ما شاء الله، والأعضاء بقى يعني أيمن يونس المساعد الوزير الشباب دلوقتي أشرف صبحي، يعني كان في شباب بقى اللي هم بنجهزهم يعني معانا مع الناس الكبار اللي هم واخدين المناصب القيادية. أرجو أن أنا بس ما كنتش نسيت حد، إنما يعني إحنا كنا تيم فريق، وهذا الفريق يعني مجرد من الانتماءات بكل تأكيد، ولذلك كان النجاح كمان جاي من انه هؤلاء الناس ما كانوش جايين يتعلموا في كرسي الاتحاد. طب سؤال، اختيارات حضرتك ولا كانت الاختيارات دي مطروحه من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي؟ لا كان الوزير ساعتها الدكتور علي الدين هلال، كان هو وزير الشباب، ما كانش حسن صقر الحقيقه، كان الدكتور علي الدين هلال، وكان الكلام يعني بالتفاهم بيني وبينه طبعا، ما لم نختلف. انا عارف ان مفيش حد يفرض رايه عليك، انا عارف. وهو ايضا يعني الحقيقه قياده رياضيه، وعنده لانه هو عنده برضه استاذ علوم سياسيه، فهو يعني الجانب السياسي عنده كان بيغلط. دكتور صفي؟
نعم حضرتك تقصد دكتور علي الدين. دكتور علي طبعا دكتور علي الدين هلال. دكتور علي اللي هو اللي عيننا يعني. بالظبط. والدكتور بعد كده صفيه كان برضه في الشباب. طبعا اسهم سياسيه برضه كبيره. بالظبط. فهي هي القضيه انه يعني اداره كره القدم على مستوى عالي على مستوى اتحاد كره القدم فيها كثير من السياسه الى جانب الناحيه الرياضيه والقواعد والنظم الرياضيه، انما انت بتتعامل مع راي عام، بتتعامل مع احداث بتاثر في المجتمع وفيها كتير من السياسه. طب كثير من السياسه انك ترضي الانديه، ولا كثير من السياسه انك تبقى عندك الحنكه السياسيه في الاداره الرياضيه؟ لا، السياسه كعلم. كعلم طبعا. كعلم التعامل مع الجماهير والتعامل مع السلطات والتعامل مع الدوائر المختلفه من دوائر اتخاذ القرار القاريه والدوليه طبعًا. يعني كل هذه الامور فبتبقى محتاجه الى، والقرار بيكون ليه انعكاسات شعبيه، فبكل بكل هذه المنطلقات يبقى العمل في إدارة اتحاد الكرة عمل بيتطلب قدر من السياسة وبتتطلب قدر أهم من الخبرة. طيب الفترة دي تحديدا شهدت نقول يعني أزهى فترات اتحاد الكرة استقرارا، وحضرتك جبت الكابتن حسن شحاتة بعد طردين اللي ما مشي من المقاولين العرب، وكان اختار حضرتك كان عارف الكلام ده كويس جدا، تولى المسؤولية بسم الله ما شاء الله، وبدأ الفتاح الفتاح العليم زي ما بيقولوا للكرة المصرية من 2006 ل 2010 إنجازات لا تعد ولا تحصى ولن تكرر مرة أخرى في المستقبل القريب. اللي حصل إنه إحنا عملنا يعني وضعنا قواعد والتزمنا بيها، ومحدش كان بيخرج عن المجموع، حتى لو ليه رأي مخالف داخل المجلس بيكون أكتر المساندين في الخارج. إنما يعني بصرف النظر عن التعاقد مع حسن شحاتة، لان ده اكثر القرارات شعبيه، انما احنا عملنا دوري، انه ادينا له وصف دوري تظبط ساعتك عليه. الدوري ده لم يتاخر او يتقدم دقيقه واحده، حتى والقرارات العقوبات كانت قرارات رضاعه وصارمه وبتنفذ وكان بيستغل فيها بقى انه انت فلان ده النادي الاهلي وبيعمل، ما كناش بنلتفت لهذا الكلام، والناس بعد كده عرفت. طب شايفه ده ما بيطبقش الان مع اتحاد الحالي لكره القدم بكل صراحه، ولا حضرتك كنت ايامك انت الكاتب الصحفي الكبير كابتن عصام منعم كله يخاف منك؟ هو الحقيقه انا توقفت عن الكتابه على فكره ساعتها خالص خالص، ما كتبتش ولا ليه؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، في حاجه اسمها في الاداره كونفليكت اوف انترست، تضارب المصالح. تضارب المصالح ما ينفعش حضرتك تبقى مسؤول في اتحاد الكوره او مسؤول في الوزاره بتقدم بتكتب وانت بتعمل في الاعلام الرياضي، لان دي سلطه ودي سلطه اخرى. تمام. هل ينفع يبقى واحد في السلطه القضائيه وفي السلطه التنفيذيه؟ لا، ده في فصل بين السلطات. ده اساس الديمقراطيه حتى. بالظبط. واللي بيطالب بيه كل الناس الفصل بين السلطات. فانت حضرتك الاعلام دي سلطه رابعه. تمام. وانت في سلطه تنفيذيه اللي هي اتحاد الكوره، ما ينفعش. ما ينفعش تبقى هنا وهنا، تبقى بتاخد القرار وتطلع تدافع عنه في الاعلام باسمك الكبير وتاريخك الكبير مع الصحافه بعيدا عن كره القدم. يعني توقفت تماما عن العمل في الاعلام بكل فروعه. حتى مهنتي اللي انا مهنتي في الحياه ان انا صحفي في جريده الاهرام، توقفت عن الكتابه. كنت رئيس القسم الرياضي. بالظبط. بمارس العمل التنفيذي، انما انا لا اكتب ولا اعبر عن رايي على الاطلاق، لان لو اتكلمت يبقى رئيس اتحاد الكره هو اللي بيتكلم. بالظبط. ما تقدرش تقول لا انا دلوقتي هتكلم كصحفي، لا، وبعدين اروح لابس بدله ثانيه اقول لا انا دلوقتي ما ينفعش. فهذا الكلام خطوه بطيب خاطر؟ بالتاكيد لا، عن اقتناع. وعن اقتناع؟ لا، ما حدش طلب مني. وحد دلوقتي طلب من حد حاجه؟ لا، بس ما حدش بادر كمان من نفسه. طب يعني شايف كده تنزل انتخابات الكره اللي جايه؟ لا لا لا. جواب نهائي؟ جواب نهائي. بيقول كده مزارع كبير جورج كرضحي؟ لا لا لا، شوف، لا، هي القضيه ولا المناخ ما يسمحش لحضرتك، او بظروفك يعني، او تركيبه حضرتك الخاصه ما تسمحلكش بالوجع الدماغ. شوف، انت كل انسان حياته لو هو منظم بيقسم حياته لفترات. تمام. في فترات انت تكون فيها جاهز نفسيا وبدنيا وصحيا وكل شيء، واهم حاجه نفسيا، لتولي المنصب التنفيذي. بعد كده بتتراكم لديك خبرات، واشتغلت مناصب تنفيذيه لو اقولها لك دلوقتي الحقيقه هنقعد كتير. قول يا كابتن. هنقعد كتير يعني من اول رئيس منطقه القاهره. بالظبط. لعضو اتحاد كوره، نائب رئيس، امين صندوق، رئيس الاتحاد العربي للصحافه الرياضيه، يعني مسائل، ورئيس رابطه النقاد الرياضيين كذا دوره، العضو، انا بس حاليا انا عضو الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه في لجنه كره القدم في الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه. المناصب اللي هي تناسب هذه المرحله بالنسبه لي من عمري
ومن حياتي. ده كويس. انا بقول انه انت تجمع لديك رصيد خبرات مناسب. امتى استغلها؟ تستغل في المرحله العمريه اللي انا فيها في وظيفه مستشار، مش وظيفه بقى حتى الناس عايز يرجع لك يستشيرك في حاجه، وده اللي احنا ناقص عندنا ان احنا نقسم حياتنا بهذا. انا عايز شباب يتولوا المناصب التنفيذيه عنده 35 40 سنه 45 سنه لغايه 50 سنه، هو ده الشاب اللي يقدر ياخد مناصب تنفيذيه. ولازم نقول تمكين الشباب، هو ده تمكين الشباب، انما لازم ما نسيبهمش في وسط الريح. تمكين الشباب الان شايف دي الرؤيه المستقبليه او الرؤيه الواضحه للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تمكين الشباب احنا في انتظار. احنا في الانتظار، احنا مش عايزين نستعجل الراجل. الراجل ما ده افراز عنده ملفات. مجلس النواب القادم هو هيبقى هيبان قدامنا. يعني بس مجلس النواب ده هيبقى اختيار شعبي. مش هنقدر نقول انه رئيس الجمهوريه تدخل في انه يفرض اسماء معينه، لكن انا بتكلم على المفهوم العام اللي احنا نمشي عليه، ان احنا ما نقللش من قيمه الشباب القادر، وفي نفس الوقت ما نقولش ان الشيوخ يقعدوا على قهوه المعاشات. لا اذا كانوا قالوا الشيوخ لهم خبرات فلابد من الاستفاده بهم في مناصب استشاريه، لازم يبقى فيه هيئه مستشارين، لانه انت دلوقتي عندك مشكله في كره القدم، عندك مشكله في الاداره الرياضيه حتى على مستوى اتحاد كره القدم. ده حقيقة. وعلى مستوى انديه الاهلي والزمالك انت عندك ثلاث اربع هيئات رياضيه اساسيه في مصر في القطاع الاهلي بتعاني من نقص حاد في الخبرات. عندك لجنه اولمبيه عليها 500 علامة استفهام في أدائها وفي توجهاتها وفي خبراتها، مثيرة للجدل برئيسها جدا، برئيسها مثير. يعني بصرف النظر عن يعني مثير. ما هو هو عنوان اللي عندك اتحاد الكورة أيضا قليل الخبرة جدا، ويخلو غالبا بيخلو من النجوم، والنجوم دي يعني ما تراكم خبرات. طبعا الأهلي والزمالك ما اعتقدش ان هم في افضل احوالهم من ناحيه مجالس الادارات. يعني شفنا مجالس ادارات يعني افضل كتير. انا اسف لا لا عادي ما قفلتش التليفون. ومحبينك كتير اكيد بيطمنوا عليك. لا اتفضل يا كابتن. عندك اهلي، زمالك، اتحاد كوره، لجنه اولمبيه، اربع قطاعات اهليه بماسكه الرياضه، عصب الرياضه المصريه، عصب الرياضه. خبرات ايه وشخصيات يعني. سؤال برضو بأمانة وبصراحة حضرتك المعهودة، الكثير توقع أن يقوم القضاء الإداري بحل الاتحاد المصري كرة القدم، وإحنا مفيش على ملعقبش على حكام القضاء يعني طبعًا. توقعوا أو يعني تكهنوا لو الصالح كان فين، الاستمرار أم الحل؟ شوف هو يعني أنا ضد اللجوء للقضاء العادي في المنازعات الرياضية قولا واحدا. منازعة رياضية في عندك لابد ان تنشا محكمه رياضيه موجوده هنا، اللي هي كنا شكلناها برضو من ضمن الانجازات. اتكلمت عليها طبعا الحاجات دي. احنا عملنا طبعا متابع طبعا. احنا عملنا لجنه تظلمات ومحكمه رياضيه، وكانت احكامها بتسري على مجلس اداره الاتحاد، وكان بيرأسها المستشار احمد الزند اللي هو رئيس نادي القضاء. اللي هو حاليا رئيس نادي القضاء المقاتل الكبير ده طبعا. وكان من اعضائها عبد العزيز الشافعي، وكان يعني يعني كان في اسماء كبيرة جدا في هذه المهندس شريف خشبة طبعا، رئيس نادي الاتحاد السكندري المستشار اللي هو كان عميد كلية تربية في جامعة اسكندرية. يعني قيادات. وانا لما شكلتها حطيت في قرار التشكيل ان انا لا املك حلها ولا املك اقالة اي عضو فيها. فلسفة كانت ايه؟ علشان ما بقاش انا تحت سيف على رقبتهم. بالظبط. لو خدت قرار مش عاجبني اشيلك. بالظبط. لا، مجلس إدارة الاتحاد بعد انتهاء التشكيل يقعدوا دوره كامله، ما اقدرش اجي جنبهم لغايه اما تيجي جمعيه عموميه زي القرارات اللي بالجمعيات العموميه. بالظبط بالظبط. فهم عشان تحصين يبقى تحصين تحصين ليهم من ان يبقى تحت سلطان الاتحاد. بالزبط. وكثيرا ما يعني او قليلا ما يعني تعارضوا معانا ومشي القرارات بتاعتهم. فانا بقول انه اللجوء للقضاء العادي ممنوع عالميا، ومصر اقدر بيها انها لا تلجا للقضاء العادي في المنازعات. امال احنا مقطعين نفسنا في اللجنه في الاتحاد الدولي والمحكمه الدوليه الرياضيه واللجنه الاولمبيه المصريه والاتحاد كره اليد والاتحاد الاتحاد العالمي لكره اليد اللي عندنا رمز كبير جدا هو الدكتور حسن مصطفى، وعمالين نخبط فيه ونقطع فيه. انا ما عنديش محكمه رياضيه وما عنديش هيئه رياضيه مستقله. انت عندك لجنه رياضيه، شويه محامين بيشتغلوا في الاتحاد عملتهم لجنه، هم بيقبضوا من الاتحاد. اصحاب ما ينفعش الكلام ده هزل في مقام الجد يعني. طيب يعني برضو سؤال اللي هو الحل، احنا كنت تتوقع الحل ولا كنت تتوقع الاستمرار؟ يعني انا ضد الحل ضد الحل ضد الحل وضد اي قرار غير شرعي
لا يعتمد على سلطة الجمعية العمومية أو هيئة رياضية تمام كمحكمة رياضية، إنما المحاكم العادية مع احترامنا ليها إذا كان هناك مخالفة للنظام والقانون العام، إذا حد اختلس، إذا حد عمل حاجة ضد القانون بيحال للقضاء العادي. إنما منازعة رياضية بشأن انتخابات لابد أن يكون في محكمة رياضية، ولابد أن يكون لا تدخل للقضاء ولا حل حتى من خلال وزارة الشباب. انتهى هذا العصر، يعني احنا كنا في عصر كنا بنحل اتحادات وكان هذا مباح عالميا ومحليا، خلاص دلوقتي ما بقاش موجود، عدم تدخل الحكومة، احنا اولاد عصرنا دلوقتي بالظبط. طيب حضرتك يعني ياخدوا ايه او ايه ايجابيات عدم الحل بالنسبة للمجلس الحالي اللي ممكن يعملوه؟ والله المجلس الحالي يعني عليه مراجعة أمور كثيرة جدا، وعليه أنه يعني بيغير تماما من الصورة اللي هي موجودة، وما فيش مانع أنه يستشير الناس اللي سبقوه يعني في الأمور اللي هي أمور يعني حساسة، ويعني ويبعدوا عن التصادمات، وزي مثلا موضوع الأسير أخيرا بتاع حكام مباريات الأهلي والزمالك، يعني مسائل حضرتك كنت تسمح باستخدام أجانب ولا أنت كنت هو ده بناء على القرار اللي كان قبل كده، القرار اللي هو رئيس وزراء باستخدام حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي والزمالك عشان وجع الدماغ والمشاكل؟ يعني أنا مش عايز أستند إلى شيء، أنا ليا تقدير، أنا ليا تقديري يعني. الموقف بتاعي رئيس الوزراء لما خد القرار ساعتها كان له مبرراته، وكان بيجي كل حد بعد كده مسؤول بيرى ان الامور ما زالت كما هي فبيستند الى هذا القرار. انما حتى لو ما كانش القرار ده موجود احنا عندنا ظروفنا الحالية، هل دراسة الموقف الحالي تقول لي انا كاتحاد ان انا في حاجة الى حكام اجانب ولا لا؟ ماتش من غير جمهور، اذا مش بس من غير جمهور، اول حاجة هسأل نفسي فيها انا في الاتحاد، هل انا عندي حكام كويسين؟ هل عندي حكم بيتفق عليه الناس انه نجم او انه يعني واعد او انه عندنا؟ ولا كابتن عصام عندنا بعض النجوم يعني اللي برضو لو انت حضرتك شايف ايه؟ طب برضو ناخد راي حضرتك. لا انا مش شايف، مش شايف خالص، مش شايف ولا حتى حد واعد، ولا حد واعد، ولا حد ده تصريح خطير يا كابتن. وهم بيلعبوا كمان بدون ضغوط. طبعا ده مع ضغوط، بيلعب في حضانه، اخطاء كتير يعني كانك حاطط طفل في حضانه. طيب في الفترة الأخيرة شمعت البعض أو شمعت ناس كتير جدا سواء مدير فني أو لاعب أو مدير كرة يقول لك التحكيم، تتفق معهم ولا تختلف معهم في الرؤية؟ لا أنا ما اسمعش اللاعب ولا مدرب يقول لي الحكم وحش، إنما لو في واحد ناقد شغلته هو أصلا كمان ممكن يكون حكم سابق أو ده أسمعه. إنما أحد طرفي الصراع غالبا بتكون يعني اراءه غير موضوعيه، هو غصب عنه. طيب الحكم مباراه الاهلي والاخيره وبتروجيت بيقول انا ما شفتش حسين السيد هو بيبصق على الحكم في الفتره الاخيره، وهنشوفها معانا اكيد صباحي محمد صباحي بيقول ما شفتهاش، كل الدنيا شافتها، كل الدنيا شافتها، يعني قال لك ازاي ناخد القرار، لجنه الحكام تاخد القرار من خلال التلفزيون، هل ده معمول بيه ولا مش معمول بيه؟ انت عايز هي معاك الصوره يا كابتن عصام. بص التشويه بتاع حسين السيد هو بس يا كابتن طبعا هو ساعد، حتى ما هو بيبصق الحكم موطي وبيكتب فهو اكيد ما شافوش، لانه لو شافه كان خد قرار. يعني لو بوش التزامن بتاع الصوره وهو بيعمل بيوجه البصقه اللي بيعملها دي الحكم مش شايفه، بيقول يعني في بينهم وبين بعض حتى عاشور حسام عاشور مداري عليه، فمداري عليه، فممكن ما يكونش شافه، لو شافه كان لازم. طيب كان لازم ياخد حضرتك شفت كناقد صحفي كبير ومحلل وكاتب صحفي كبير ومحلل بتشتغل في قناه محترمه جدا، وانا مثلا في قناه النهار والكابتن شوبير وكل النجوم كابتن مدحت كل النجوم الموجودين، شفنا حاجه زي دي، هل الحاجه دي محتاجه ان الحكم يكتب تقريره ولا ناخد بيها وناخد بالتلفزيون؟ لا يتاخد بالتلفزيون، يتاخد بالتلفزيون طبعا، للتقويم. ما احنا لسه بنقول الاعلام هو السلطه الرابعه، الاعلام هو التقويم طبعا بالتاكيد. طب ليه ما عملش لائحه ونمشي عليها بدل ما احنا في ده؟ لائحه ايه؟ ما هي لائحه موجوده. اللائحه موجوده، ما خدش هو الثمان ماتشات وفيها البسق دي ثمان ماتشات. لا ما هو اصله خلي بالك بقى يعني اتفضل، اذا كنت عايز تعمل محكمه وقاضي وكده انا لا خالص، أنا لا ما انا هقول لك يعني حضرتك لما اكون كده وانا مش انت مش شايفني وانا بعمل اي حركه ما هي مش موجهه ليك وانت مش شايفني اساسا، يعني اين الاهانه هنا؟ يعني انا لما مؤاخذه يعني
اوجه الفعله دي ليا انا مثلا، لازم تبقى شايفني عشان يبقى الاهانه حصلت. انما انا كده مودي وشي الناحيه الثانيه ورحت عامل الحركه دي. ما حسين السيد قال لي كده، قال مصطفى نورت زميلنا الاعداد قال له يعني ما كانش الحكم بصراحه، ما هو مش شايفه. لا ده شايفه ولا ده شايفه. فهي القضيه هنا، وهو الحكم لو شافه لا يمكن انه من المؤكد يكون هيطرده فورا وبعد كده يبقى فيه القرار. طيب بناء عن ده النادي الاهلي قال لك انا مش محتاج حكام مصري، انا محتاج حكام اجانب لاخر الموسم، والنادي الاهلي عنده فلوس. لا استناني بقى، استناني هنا، اجل كابتن عصام. استناني هنا، اتفضل. انا بقول لك انه قرار الحكم صح وقرار اللجنه صح بالايقاف، لانه انا بعتبر انا لو انا في الاتحاد اقول انه لم يبصق على الحكم لكن السلوك. لكن انا بقى لو في النادي الاهلي اوقفه سنه. يا سلام، يعني لو كابتن عصام عامل رئيس النادي الاهلي توقفه سنه، موضوع تاني خالص. سنه طبعا، وما تنزلش عنها خالص. على فكره الكلام ده أنا انما رئيس اتحاد الكوره وبقانون اتحاد الكوره وباللوائح ما يتحق. الحكم ما كتبش تقريره بالظبط، البصقه لم توجه للحكم لانه الحكم مش في الرابع ما شافوش حتى عشان يقول لي حكم. ما هو من المؤكد انه ما شافوش. انا يعني الحكم هنا انا بعذره لانه ما شافش. ومن المؤكد انه حتى اللي شايف من بعيد اللاين مان، ما هو ده في زحمه كابتن. على فكره احنا انا بروح كتير ماتشات فعلا في الملعب بتروح منك حاجه كتير جدا جدا جدا، ممكن تروح خالص. فهنا يعني لكن احنا شفنا، انا شفت كمسؤول في النادي وانا راجل تربوي في النادي، لكن لوائحا وقانونا وبالوقعة وبتصويرها وبتوصيفها ما اخذوا القرار اتحاد الكرة هو قرار طبقا للائحة عنده تمام. انما انا بقى علشان عندي لاعب بيتف في اتجاه اي حد او تعليقا على اي حد في الملعب، ده ما يلزمنيش صح. وتقويمه واجب باقصى. حسام حسن وقف قد ايه؟ ابراهيم حسن لما عمل مشكله في المغرب، ابراهيم سعيد يعني نجوم كبيره في النادي الاهلي، كان في قرار حكيم وقرار صائب وقرار قوي. قرار للنادي. انما هنا في ضوء المواصفات وفي ضوء الملابسات اللي حدثت في الملعب حول هذه اللعبه، قرار اتحاد الكوره ولجنه الحكام والتقارير كلها قانونيه. قالوا خافوا من الاهلي وبيخافوا من الزمالك، ده صح؟ لا. ما عادش ما هو الاهلي بيخوف حد، ده الاهلي. ما هي مشكله الاهلي دلوقتي انه ما بيخوفش. يعني مشكله النادي الاهلي ولاعيبته وفرقته ان الفرق كلها نازله طمعانه فيه. يعني احنا كنا زمان حتى واحنا في الاشبال، لا مؤاخذه هتكلم بقى كواحد من ابناء النادي طبعًا الاهلي يعني. طبعًا. حتى واحنا في الاشبال احنا نازلين لابسين احلى لبس، تيشيرتات اديداس وشرابات جديده وجزم جديده بتلمع ما بتورنشها واديداس وبتاع والراجل يعني لابس جزمه مجاهد بيبدلوها لبعض وفرده شراب فرده هو نازل مهزوم معنويا مني بالظبط، وانا النادي الاهلي اسم كبير والسلطه الفوارق النفسيه في الموضوع. الكلام ده مش موجود دلوقتي اهو، بيجيب لك حاجات قديمه اهو. فالكلام ده عبد الظاهر قول لي ده كابتن عادل هيكل، عادل هيكل في ماتش بنفيكا، ده بنفيكا ده ماتش بنفيكا. على فكره انت ليك في برضه ماتش لحضرتك الاسماعيلي كسبكم في الاسماعيليه، فاكر؟ الاسماعيلي 2-1 1-0 1-0 ضربه جزاء، 1-0 ضربه جزاء على ابو جريشه، كابتن علي ابو جريشه اهو. ده شفت نجوم الاهلي اهو زمان قد من كام سنه مثلا؟ ده ايام الابيض واسود، ده احنا مش كده، مش قدام قوي كده يعني. كابتن عادل هيكل لا هو حضرتك طبعا بتتكلم على تاريخ وبتاع، بيجيب لك فاحنا احنا بنتكلم على انه يعني طب ارجع تاني بس اكمل حضرتك يا كابتن عصام على الكابتن وائل جمعه بيقول او في تصريح يعني اتنقل عن وائل جمعه بيقول ان الاهلي عنده فلوس كتير عند اتحاد الكوره نجيب حكام اجانب، ايه المشكله؟ لا هو حكام اجانب المباراه الاهلي والزمالك كلام ما فيش حد يناقش كل المباريات الاهلي في الدور الثاني؟ لا طبعا، وده كلام لا مناقشه فيه. ولو الاهلي هدي بنسحب الاهلي يقدر ولا يخاف؟ الاهلي ينسحب من الدوري؟ يبقى استكمال بقى للفشل الاداري اللي بيعيشه. يعني ايه النادي الاهلي ينسحب؟ ما هو ينسحب يعني ينزل درجه ثانيه. بالظبط. بتنسحب من الدوري يعني تنزل درجه ثانيه وتبتدي الرحله من الاول. بالظبط. ويبقى المجلس ده عمل العمله اللي هي بقى خلاص كمل على نفسه بيها. بالظبط. فطبعا كلام ما اعتقدش انه يصدر عنه. اسمح لي اسالك سؤال؟ حضرتك يعني مش راضي عن اداء المجلس الحالي للنادي الاهلي؟ فيما يتعلق النادي الاهلي، المجلس اداره النادي الاهلي له يعني حاجات كتير قوي بيشتغلها على مستوى الاعضاء وعلى مستوى خدمه الاعضاء في النادي، على مستوى الفرق الرياضيه كلها في كوم وكره القدم في كوم. انا راضي عنه في كل ده الا كره القدم. الا كره القدم.
اطلع فاصل وتواصل مع كاتبنا الصحفي الكبير ونجم الكرة والمحلل الرياضي الكبير كابتن عصام عبد المنعم. حاجة تشرفني وحاجة تسعدني تكرم من جهة رسمية زي دي الشباب والرياضة، فبقول حاجة الحمد لله تشرفنا وحاجة تسعدنا، وده بيدي الواحد ثقة ويدي الواحد تفاؤل الفترة الجاية اللي هو يعمل أقصى ما عنده عشان الجواز إن شاء الله تكتر، فبقول الحمد لله ده كرم من عند ربنا وإن شاء الله نقدر نعمل حاجات الفترة الجاية ان شاء الله تخلينا في المستوى العالي ان شاء الله. الحمد لله ربنا اولا طبعا ان انا اخد جائزة زي ديت، ان انا افضل لاعب في الموسم وكده وانا عندي 20 سنة ولسه صغير وكده، وان شاء الله باذن الله الفترة الجاية ابقى احسن باذن الله واخد كمان ان شاء الله حاجة اعلى من هنا باذن الله. النادي الاهلي طبعا له الفضل عليا طبعا، هو اللي شهر حاجة اسمها تريزيجيه، هو اللي مخليني هنا، هو اللي مخلي حضرتك تتكلم معايا دلوقتي طبعا النادي الاهلي. بس انا الحمد لله الواحد بيتعب وربنا الواحد قد تعبه، وانا طبعا اول حاجه بشكره طبعا بعد ربنا النادي الاهلي وفضله عليا طبعا. سعيد جدا بالتكريم دوت، والتكريم ده انا بهديه لجنه الحكام لان هي اللي تستحق التكريم دوت، لان هم اللي تعبوا وهم اللي شقوا واشتغلوا ب 16 ساعه، كابتن عصام عبد الفتاح وكابتن ناصر عباس وكابتن عزب حجاج وكابتن وجيه، هم الناس دي اللي بتشتغل وهم اللي بتتعب، وكل الحكام زي بعض خدوا جرعه تدريبيه واحده، والهجوم الغير مبرر اللي هي على لجنه الحكام دوت ده افضل حاجه ان احنا نهدي جايزه زي دي لجنه الحكام. الحمد لله بنشكر ربنا على التكريم، وحاجه تشرف الواحد وتسعده زي ما انت بتقول، يعني ناس من مؤسسه كبيره والجماهير اللي بتختارك، فدي حاجه تشرفني وتسعدني. اتمنى ان اكون عدي المسؤوليه واقدر احافظ الفتره الجايه على المستوى ده، وافضل ان شاء الله كل سنه احسن مدافع في مصر. ببارك لكل زمايلي اللي فازوا بالجوائز، عاشور وتريزيجيه وعمرو جمال وكابتن شريف اكرامي، وان شاء الله الفتره الجايه تكون كلها باذن الله لينا كده القاب ونقدر نقدم مستوى كويس ان شاء الله باذن الله. بشكرك على هذه التهنئه، وبشكر اذاعه شباب الرياضه انها رات ان ما يقدمه الاتحاد المصري للثقافه الرياضيه فيه ما يستحق التكريم. دي مسؤوليه كبيره علينا، بنتمنى نكون عند حسن الظن، ونتمنى ان احنا نواصل المسيره. بعد 3 سنوات فقط احنا بدينا خطوه، والحمد لله وصلنا لمصاف العالميه، دلوقتي انضم الاتحاد لعضويه الاتحاد الدولي، وان شاء الله نكمل على هذا الخط عشان نرتقي بمستوى السلوك الرياضي ومستوى الفكر الرياضي، عشان نعمل من اجل رياضه تصبح فلسفه حياه لكل المواطنين، والرياضه التنافسيه تكون وفق فكر العمل الجماعي وتقبل الاخر. انا طبعا بحب جدا الشباب الرياضه وبحترمها، وليا يعني بدايه حياتي منها كمعلق وحتى كمذيع من اهم البرامج اللي انا قدمتها في حياتي، فبقدرش اقول لهم لا، يعني انا دايما ببقى عازف كده عن الحضور، لكنه ما بقدرش اقول لهم لا، وهم ناس لهم فضل كبير علينا كلنا كرياضيين واعلاميين، فجيت النهارده كنوع من انواع رد الجميل ليهم. يعني ده كان التكريم لنجوم مصر، افضل النجوم في مصر طبعا من تكريم وزاره الشباب والرياضه، وكان موجود طبعا الدكتور اشرف صبحي مساعد الوزير. هيبقى معايا في الفتره الثانيه او الجزء الثاني من الحلقه الاستاذ محمد الدويني عضو مجلس اداره المصري البورسعيدي للحديث عن ازمه المصري البورسعيدي في الفتره الاخيره. كابتن عصام، يعني بصراحه نتكلم بقى، يعني اول مره يعني نتقابل اهوت، يعني في الموضوع لازم المصري بقى، المصري اتظلم، الناس بتوع بورسعيد ناس غلابه ظلموهم، رغم انهم في ماتش الاهلي الناس سمعوا يعني بعض المضايقات، بس الناس عبروا بالمباراه بر الامان. يعني راي حضرتك، انا عارف انك صريح، ما مش بتاع انتماءات. لا مش حكايه انتماءات، انا شهادتي مجروحه في بورسعيد والبورسعيديه، مش في الاهلي، لانه يعني هم بيحبوني انا بحبهم، اهل بورسعيد كلنا بنحبهم. لا هم انا عارفهم، لان انا يعني انا طول عمري، يعني احنا حتى كان مصيف في الاسره في بورسعيد واحنا اطفال. فعلا والله. فاحنا يعني احنا مرتبطين بالبلد الجميله دي، واجمل ما فيها اهلها. اتظلم يا كابتن؟ من المؤكد. من المؤكد. بس اللي ظلمهم هم الناس الظلمه، انما المنصفين عارفين عارفين انه ده شيء ما يخرجش من اهل بورسعيد. لا ده حقيقه، اهل بورسعيد ممكن يتنرفزوا ويتنرفزوا بكلام بس وخلاص، وبعدين يهدى ويبقى يطلع برضو احلى كلام. بالظبط،
انما الاذيه ما عندهمش اذيه وعانوا في 56 و67 و73 لا سيبك انا مش يعني لا يعني برضو كشعب يعني برضو يعني يعني اتحط عليه كتير في حاجات يعني عشان ما نخلطش الاوراق بتكلم عليهم رياضيا بالظبط رياضيا ان هم ناس اولا بيحبوا الكوره جدا جدا وناس دمهم خفيف وطيبين ف وما حدث يعني اللي ما بيشوفش يشوف انها مؤامره ملهاش دعوه بال صح دي مقتله مدبره من خارج المنطقه دي خالص يعني استخدم فيها مجرمين يعني استخدم فيها ادوات اجراميه من مناطق محيطه او يعني شيء هي جريمه لم يكشف النقاب عنها حتى الان انما هي جريمه بكل المقاييس انما نادي المصري ايه علاقته بالظبط الكوره فرقه النادي المصري ايه علاقتها اهل بورسعيد شعب بورسعيد ايه علاقتهم الناس اللي هم الناس نسيوا ان هم كانوا بيسعفوا الناس يعني حقيقة. بعد المشكله دي ما تقالش الكلام ده اهل بورسعيد هم اللي كانوا بيسعفوا الناس ما تقالش الكلام ده. يعني لا يعني انا عشان كده انا مش يعني يعني ما يعني كلامي في الموضوع ده شهادتي مجروحه فيه لكن هي شهاده حق اللي ربنا حاسبنا عليها ان احنا يعني مؤمن زكريا بيلعب في الاهلي سعد الدين سمير حالا بيلعب في الاهلي دي تداعيات انا بتكلم على البورسعيدي المواطن البورسعيدي اللي هو المواطن الجميل اللي دمه خفيف الطيب العشري اللي بيرحب بالناس ده ما يعملش كده خالص ما يعملش العامله دي حقيقة. لا دي حقيقة العامله دي في ناس مستاجره جات من بره اعرفوا بقى حققوا اعرفوا هاتوا كل ده فشل لجهات التحقيق ولجهات اللي بتحقق في القضيه دي من ساعتها يا اما في رغبه في التعاميه الله اعلم مش عايز اشكك في حد لكن اهل بورسعيد براء من هذه براء من هذا الموضوع 100% معانا هيبقى معانا الاستاذ محمد دويني عضو مجلس اداره النادي المصري زعلان على المصري واللي بيمر بيه الايام دي كمصر كفريق كره بقى اي واحد بيحب كره اصل احنا انت بتكلم واحد يعني حياته كلها من ساعه ما فتح عينه وعرف الدنيا هي كره القدم لغايه النهارده بعد هذا العمر يعني كره القدم كانت حياتي كلها بتدور حواليها و بورسعيد او النادي المصري هو احد اهم بيوت الخبره الكبيره واللي خرجت لمصر عظماء في كره القدم يعني ليس اقلهم سيد الدزوي مثلا الدزوي شاهينه العظيم ومحمد بدوي وكل مسعد يعني نور الله يرحمه يعني خلينا يعني يعني نقول انه يعني ولا يا كابتن كلام من حضرتك يعني كلام منصف جدا للبورسعيديه بأمان ده كلام اي واحد رياضي انا مش منفرد لا انت رغم انك انت ابن النادي الاهلي يعني معلش بس انت راجل بتتكلم بحياديه وكل اولاد النادي الاهلي اللي اتربوا فعلا على مبادئ النادي الاهلي هيقول لك نفس الكلام اللي هاجموا طاهر ابو زيد لما راح حضر المباراه مين اللي بيهاجمه الناس من النادي الاهلي هم لهم رايهم وهم مسؤولين عنه انما انا يعني انا بحيي تماما اللي عمله طاهر الكابتن طاهر ابو زيد واشجعه واثني عليه وكنت اتمنى ان ظروفي انا تسمح ان انا اروح كمان يلا نقفل الموضوع ده هنتكلم اكيد وهنفتح موضوع المصري بورسعيد مع الاستاذ محمد الدويني عضو مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي تريزيجيه من ضمن المكرمين انا قلت لحضرتك يعني بوجهه نظر محدوده في الرياضه حضرتك قيمه كبيره جدا قلت ده احسن لاعب كره في مصر شوف هو في دي موهبه تاكد ظهورها وموهبه وحيده بس في الاهلي موهبه تصور في مصر لا انا بكلمك على مستوى الكره المصريه ما ينفعش يعني في السنتين اللي فاتوا الغبر دول ما بانش الا ده على مطلع اواخر السنه اللي فاتت والسنه دي في حد بيحاول اهو وانا بقول له شد حيلك عشان احطك جنبه مين؟ هو باسم يوسف باسم مرسي انا بس الحقيقه السنه اللي فاتت برضه كنت بتكلم معاه والانتاج الحربي انت مرسي باسم مرسي ايوه على خطى انه يبقى يعني مهاجم مصر مهاجم مصر الاول الله عليك اللي هي اصل كل مركز له مواصفات بالظبط هو عنده مش بس المواصفات البدنيه والفنيه انه يبقى راس حربه مميز عنده المواصفات النفسيه انه يبقى راس حربه مميز لانه رأس الحربة له سمات شخصية وعمرو جمال رغم الإصابة اللي حصلت عشان كده أنا لما كنت بتكلم مثلا على عمرو جمال عمرو جمال برضو عنده نفس المواصفات إنما لما تيجي أنت ليه أنا انتقدت مثلا جريده وأنا كلنا والله أنا كمان ما كل مرة بنتقد جريده إنك بتلعب جريده ده مش مستوى النادي الأهلي لا خلينا بس عشان عشان ما نتوهش الناس عشان ما نتوهش الناس أنا بنتقده في جزئية انتقدته في جزئية إنه بيلعب صلاح ده اسمه الأثيوبي ده الأثيوبي صلاح الدين سعيد بيلعبوا راس حربة هو مش راس حربة هو لا يملك المواصفات اللي انا بقول لك عليها الثلاثة دول الفنية والبدنية والنفسية انه يبقى راس حربة
فيعني اذا كان الراجل مش قادر يقرا مش عارف يقيم امكانيه بالظبط لاعب انه يتحط في هذا يوظفه في هذا المكان في مباراه، انا قلت في مباراه كان الاهلي لازم يلعب بيها براسين حربه لعب من غير ولا راس حربه واحد لانه حط بالظبط صلاح الاثيوبي ده في مكان لا يناسبه. خلينا من النقد وخلينا في الكلام الحلو. يعني احنا عندنا امل في انه يبقى فيه اكتر من موهبه تبرز في الـ الايام الجايه في في الدوري المصري. عندي برضو موضوعين حلوين قوي. كان الكابتن سمير زاهر من خلال برنامجنا حصاد النهار كنت اتكلمت معاه عن ازمه الكره المصريه وازمه المنتخبات المصريه، قال لابد ان يكون هناك لجنه للحكماء تضم اسد الوقت وشرح حرب الكابتن عصام عبد المنعم وبعض الاسماء الكبيره جدا الموجوده. حضرتك معاه في الموضوع ده؟ يعني هو طبعا يعني مساله الحكماء دي ما حدش يدعي الحكمه، الحكمه لله وحده، لكن يعني خلينا نسميها خبرة. خلينا المستشارين مثلا حاجه زي كده. بس كلمه الحكماء دي بتخلي الواحد يتكسف حتى انه تمام. ينضم لحاجه لانه الحكمه يعني احنا ابعد ما نكون عن الحكمه بالظبط. انما احنا محتاجين نفهم في كل المجالات مش بس في الرياضه ان يعني تمكين الشباب لا يعني قتل الشيوخ خالص خالص. انما المنصب التنفيذي له مواصفات وله سن معينه وله السن اللي بتاخد فيها القرار، عندك شجاعه اتخاذ القرار. هذا السن لازم استغلك فيه في انك تبقى مدير تنفيذي. لما تبقى وصلت لسن معين وتراكمت لديك خبرات، مش بس مجرد انك عندك 70 سنه، لا عادي 70 سنه ما بالزبط. عملتش فيهم حاجه ما تراكمتش عندك خبرات، ما تولدتش فيهم مناصب، ما حصلتش ازمات وخضتها وخرجت منها. رئيس التونسي الجديد عنده تقريبا 29 سنه 80 سنه، ما انا ما اعرفش بقى ده كمان خلفيته ايه. بالظبط، هم اللي يعرفوا هل عنده تجارب وتراكم الخبرات اللي خلته يبقى يعني بنك خبره. الاجماع عليه لا، يبقى بنك خبره. يبقى حضرتك صاحب القرار التنفيذي ترجع لبنك الخبره ده وتاخد منه وجهه النظر قد تعمل بيها وقد لا تعمل بيها وقد تفتح لك افاق جديده. انما لابد من الاستفاده من كل الاجيال بالزبط. وليس جيل على حساب جيل. طيب، البعض بيحمل المهندس هاني بريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ومن ال 25 واحد بيقول بيدير الكره على مستوى العالم بيحملوا مسؤوليه فشل اتحاد الكره، تتفق مع ام ضد زي ما بيقولوا؟ لا، هو يعني في فرق بين انا احمله مسؤوليه الفشل. لو حملته مسؤوليه الفشل يبقى انا بقول ان هو اللي جايب الاتحاد، لان هو الاتحاد ده بيشتغل باسمه. ما بيقول هو اللي جايبه؟ لا، يعني انا ما اقدرش اقول كده. ما عنديش ما يكفي من الادله ان انا اقول كلام محترم ان هو اللي جايب الاتحاد، فهو مسؤول عن اعماله. يعني زي المسؤول التابع عن المتبوع، واخد بالك؟ فدي مسؤوليه قانونيه، هو متبوع والتابع هو مسؤول عن قراراته. طب بحكم منصبه بقى، هو بحكم رفيع، بحكم منصبه وبحكم يعني تأثيره المعنوي اللي ده واضح على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، هو له تأثير معنوي عليهم، بيقدروه بيحترموه بيحترموا وجهة نظره. شايف أفاد ولا لسه برضه محتاج انه يفيد الكره المصريه اكتر؟ لا، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه معاهم، لان هم بيقعوا في اخطاء انا اشك كثيرا ان هو يعلم بيها او هو موافق عليها، بيعملوها من ورا ظهره. لا، او بيرتكبوا الخطا ويلبسوه في الحيطه. ما ماشي يلبسوه في الحيطه، هو مش مسؤول اصلا معاهم. يعني هو مسؤول، هو عضو في بصفته القاريه في بصفته بصفته لكن هو في النهايه مش هيمسك كل واحد وهو بيصرح مثلا يطلع تصريح خايب او انه ياخد قرار فردي بكذا، او انه يطلع يقول يتكلم في وسيله اعلام فيدي صوره سيئه عن الاتحاد، فهو مش مسؤول عن المسائل دي كلها يعني. طيب، عندي موضوع مهم جدا يمكن اتكلمنا فيه كابتن عصام وانا كنت بتكلم فيه قبل كده. الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم ابان تولي الكابتن عصام عبد المنعم رئاسه الاتحاد كانت 48 نادي، حالا بسم الله ما شاء الله 250. هو ده يعني الجزء السياسي اللي في الاداره الرياضيه. تمام، انت في دوله مستوى الوعي فيها ايه، ومستوى التعليم فيها ايه، ومستوى الثقافه فيها ايه، ومستوى المادي فيها ايه الاقتصادي، وبالتالي اللي ما يملكش حريته الاقتصاديه ما يملكش حريته السياسيه. لا، ولا ما يملكش قوت يوم وما يملكش حريته زي ما بيقولوا. انا بقول ما يملكش حريته الاقتصاديه بالظبط، ما عندوش حريه سياسيه. فالراجل اللي هو يغريه 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه مش هياخدهم في جيبه، هيشتري بيهم ادوات، هيصل قدام الناس بتوعه ان هو وهيجهز فرقته وهيجيب لهم جزم وشرابات وهو نفسه في كده ومش لاقي،
فده ممكن يبيع ارادته وممكن يبيع صوته وما يعني ما تقدرش تلومه قوي بالظبط لانه ما خدش الفلوس دي في جيبه ده صرفها على الناس. لكن اول طرق الاصلاح هي جمعيه عموميه من من القسم الاول والقسم الثاني ويبقوا مثلا تقريبا يعني ما هم يعني 14 14 نادي مثلا اللي هي اللي هم بيلعبوا في دوري المحترفين اللي هم بيلعبوا في دوري المحترفين. دوري المحترفين ده القسم الاول زي القسم الثاني لان هم بيمثلين على بعض بتهبط وبتصعد بالظبط منهم فهم دول باكج واحد. كابتن عصام يعني مع احترامي طبعا لاي نادي هنتكلم عليه يعني معقول الاهلي بالقيمه الكبيره او الزمالك او المصري او الاسماعيلي او الاتحاد او المحله يتساوي مركز شباب مثلا من مراكز الشباب اللي هي على راس كلها من فوق؟ هي الناس بتخرط بقى بالمفاهيم الديمقراطيه يقول لك يعني الوزير زي الغفير بتاعه ده ليه صوته في مجلس الشعب وصوته في انتخاب رئيس الجمهوريه لكن في اختيار منظومه متخصصه لاداره لعبه رياضيه لها قواعد واصول معينه المساله مش كده. طيب انت حضرتك كنت كانوا 48 نادي اول ما مشيت فجاه لقيت اول جمعيه عموميه عملوها يعني نقول مثلا 12 نادي من القسم الاول و12 نادي من القسم الثاني. نعم 12 نادي من القسم الاول و12 نادي من القسم الثاني. لا ما هم كانوا مجموعتين مجموعتين القسم الثاني مجموعتين القسم الثاني مجموعتين وكانوا كانوا اربع مجموعات القسم الثاني اربع مجموعات القسم الثاني. نقدر نغير الخريطه الثانيه يا كابتن عصام مع الرابطه بقى اللي هتدير بقى الرابطه اللي هتدير القسم الاول والقسم الثاني لابد من انا ما اقدرش دي عايزه دراسه عايزه دراسه عشان ما تخلش بحقوق ناس يعني لسه ما عندناش دوري محترفين. ما هو انت دلوقتي اديته حق انه بقى عضو جمعيه عموميه في اتحاد خلاص ما تقدرش تنزعها منه ممكن يرجع القضاء الاداري لابد ان انت الامور يحصل فيها تدخل تشريعي يعني اذا ولو وصل الامر الى انه يتعرض على البرلمان او انما لابد انك تفكر وتدرس ازاي ترجع تاني اللائحه الاتحاد الدولي اللوائح المنظمه لاداره كره القدم في العالم كله ده مفيش لائحه. انت عارف الاتحاد المصري ما كانش عنده نظام اساسي احنا اللي عملنا النظام الاول نظام اساسي برضه يعني محدش كان. طب القانون ده ينصف الموضوع ده القانون ده الجديد القانون ولا النظام الاساسي بيحدد لك العدد العدد انت بتقدر تاخده بجمعيه عموميه بس هل متصور ان جمعيه عموميه قوامها 240 نادي مثلا تجتمع وتقرر ان انها تخفض عدد نفسها ل 48 نادي ولا 50 نادي؟ لا طبعا مش متصور طبعا عمل هذا يعني. فشلنا في المنتخبات المختلفه منها المنتخب الاول منتخب الشباب منتخب الناشئين عندنا امل واحد بس هو المنتخب الاولمبي اللي بيدربه الكابتن حسام البدري. ايه السبب؟ هل هي المجاملات؟ هل هي الاختيار مثلا اللي مش في مكانه؟ ولا ده ظروفنا في الوقت الحالي بتعثر الرياضه نظرا للظروف السياسيه في الفتره الاخيره؟ لا هو في اسباب كتير طبعا لازم لحاجه زي كده انما اهم سبب في المراحل السنيه دي بالتحديد هو اختيار الجهاز الفني للمنتخب مجاملات وانا سمعت انه كان في مجاملات في الاختيار ده مجاملات صريحه كمان انه كان في يعني ناخد حد من بحري واحد من ابني واحد قريب ده واحد من كده فكان فيها نوع من المجاملات على حساب القدرات الفنيه الحقيقيه وعلى فكره في حاجه مهمه لازم تاخد في الاعتبار غير النواحي الموضوعيه النواحي الموضوعيه انك لما تختار جهاز كويس بشكل موضوعي وعلى اسس سليمه تكسب ولما تختار بمجاملات تخسر لكن برضو لو ظلمت حد مستحق تخسر يعني لازم ناخد في بالنا في الاعتبار دي انه برضو في حاجه لو انت جافيت العداله ربنا ما يوفقكش بالظبط لو ظلمت لو انت محمد عباس افضل من محمد عصام وانا جاملتك بالظبط وظلمت محمد عصام ربنا مش هيوفقني حتى لو هو ده هايل هيخسر المساواه في العدل ظلم زبون لا يعني في 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 حكمه الهيه في انه الظلم لا يجازى دائما بانه ينجح طيب غالبا يفشل الظلم. عندي اربع اسئله عشان فاضلنا خمس دقايق عشان انا عارف انك بتنام بدري بس على وعد ان احنا بعد كده نتقابل لان الكلام معاك شيق جدا. انا يمكن اكون لسه نايم دلوقتي يعني. كابتن عصام رايك في اداء لجنه شؤون اللاعبين برئاسه احمد مجاهد واللغط الشديد والهجوم الكبير جدا على احمد مجاهد؟ واحمد مجاهد ده شخص يعني مجتهد والحقيقه ظالم ام مظلوم وشاغب وانا اصلا ده متابعه وهو صغير يعني هو لسه اداري صغير في كفر الشيخ ومتابعه وكان
وفي الانتخابات كان بيبقى ضدي في الانتخابات بس كان بيبقى ضدي بيبقى مع حرب مثلا في الانتخابات ضدي وحرب حبيبي فيعني ف شخصيه كبيره شخصيه محترمه احنا كنا بنتنافس في الانتخابات ونقطع هدوم بعد لكن كنا اصحاب قوي وما زلنا ظالم ام مظلوم مين هو احمد مجاهد هو بيجتهد بس الظروف مش مساعده طيب انحصار اختيار المدير الفني لاتحاد كره القدم المصري ما بين الدكتور محمود سعد والكابتن محمد عامر انا مش موافق على حته المدير الفني للاتحاد دي هم لازم يفهموا ملهاش لازمه لا ليها ليها لازمه ان يكون عندي اداره فنيه اداره فنيه مش مدير فني لانه لما بقول مدير فني بينحصر المناقشه على اسم واحد على اسم واحد اجيب فلان ولا فلان فاروق جعفر ولا ولا فتحي نصير مش عايز افراد انا عايز اداره فنيه من 5-6 من اساتذه اللعبه عمليا من الاصلح مع عرض الدكتور طه اسماعيل قال لك لظروفه الخاصه ما قبلش في الوقت اللي احنا فيه مين اصلح بصراحه لا انا مش هرش حد انما في على الاقل 4 أو 5 اسماء او 6 اسماء لازم يبقوا موجودين في اداره الكوره مين يا فندم هقول لك بعدين بعدين ماشي اختيار المدير الفني اجنبي ام مصري وانت كنت مشيت الاجنبي وجبت المصري اللي هو الكابتن حسن شحاته لا هو المدير الفني الاجنبي اللي مصر تستحقه على فكره احنا مصر لازم نفكر فيها عالي قوي طبعا لازم يبقى قيمه كبيره جدا واسم كبير جدا فيعني فلما انا لما ما عرفتش اجيب اسم كبير قوي بعد تارديلي ما عرفتش اجيب اسم كبير يعني فعلا يستاهل منتخب مصر قلت اشوف احسن مدرب مصري احنا ما عندناش فلوس والاتحاد بيقول ان ما عندوش هو زي الايام دي الفلوس 30-40 ألف ما حدش هيجيب الرقم ده يبقى انا عندي مدربين مصريين على مستوى يعني النادي الاهلي لو قارن بين فتح مبروك اللي مشاه وجريده والله لا فتح مبروك لا يعني هقول زي بعض مبروك هقول ان هم زي بعض طب ممكن نقرر تجربه الكابتن حسن شحاته تاني نقارن بين جريده سؤال لو انت رئيس الاتحاد المصري الحالي تقرر تجربه الكابتن حسن شحاته تاني ما يعني هو ولا برضو بعد الحلقه تقول لي انا ما اعتقدش ان هو يرضى ما رضاش وانا هي انا 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 اناني انا 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 اخشى ان هو لا يوفق لانه بس انت تحب الظروف مختلفه انت تحب حسن شحاته يبقى موجود انا احبه يبقى موجود صح. بس في ظروف تانية هو الاصلح شايفه لا في الظروف دي لا في الظروف دي هيمسح التاريخ اللي هو عمله صح لانه كانت المنظومه متكامله في وجود ما انا برضه ما نقولش مين مين يمسك دلوقتي يعني انا قلت مين انا قلت وما سمعوش كلام لا قول لي يمكن يسمعوا من هنا طارق العشري قناعات ده مدرب واعد واذا ما لحقتوش دلوقتي هخسره صح وهو طالع دلوقتي طيب اخر سؤال وليك جاي لي رساله من ايطاليا من الاستاذ سعيد محمد رضوان ده مصري عايش في ايطاليا قال لي بلغ الكابتن صبع منها معرف في البرومو قال لي بلغه وهو بيطلع في قناه النيل الرياضه قول له قناه النيل الرياضه ما بتوصلش عندنا وما بتفرجش على الماتشات كلها احنا هنلم شويه فلوس من اصحابنا يعني هندفع الفلوس المتاخره على التلفزيون للقمر الصناعي عشان يوصل لايطاليا يعني الراجل يعني قال لي بامانه حبيت امن هو اكيد مش دافعين الفلوس طيب اخر سؤال عشان معانا بعد كده ضيفنا الاستاذ محمد دويني عضو مجلس اداره المصري البورسعيدي مباراه القمه بين الاهلي والزمالك الغلبة لمين يعني اذا كان اي واحد بيفهم في كره القدم مباراه لا يمكن التنبؤ بنتيجتها على الاطلاق برغم اي ظروف يمر بيها الاهلي والزمالك لا يمكن التنبؤ بيها وما يصحش التنبؤ بيها ما بيفهمش كابتن عصام شرفتني نورتني وسلامي لعلي عصام عبد المنعم الله يخليك ووعدني ان احنا نكرر انه يبقى قاعدين ملفات حركتي كل فتره كده يعني تشرفنا وتنورنا يسعدني انا معاك وعد ان شاء الله بشكرك كابتن عصام شكرا هطلع فاصل واستقبل الاستاذ محمد الدويني عضو مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي وحوار خاص عن النادي المصري اللي هو نقول الرئه التي يتنفس بها الجمهور البورسعيدي كل ده بعد الفاصل